ياسمين رئيس، ياسمين رئيس يعني فاجأتنا كلنا الفترة ايه برضو من يومين في نفس التوقيت ده بالفيديو اللي عملته عن فستان فرحة، وقالت ان بعد ما هي بعد فيلمهم اللي فستان عملوه مع أبيض. بعض فستان أبيض ابتدت تفكر بزاوية مختلفة تماما في فكرة الفستان الأبيض، قد ايه الفستان الأبيض ده مهم، وقد ايه ممكن في ناس كتير جدا يبقى عندهم المناسبة ان هي تبقى عروسة بس مش لاقية الفستان الأبيض. فقالت واعلنت ده في فيديو ان هي بتتبرع بفستانها الابيض اللي لبسته في فرحها علشان خاطر تساعد اي بنت هي عايزه تتجوز وممكن انهم ياجروه من بعض. الفكره دي يعني ناس كتير حبوها وابتدى يبقى في تفاعل رهيب على السوشيال ميديا من خلال الفكره دي، وانا من ضمن الناس اللي فعلا الفكره دي رائعه واعتقد انها تستحق الشكر ياسمين رئيس. وطبعا اعتقد اسماء جلال كمان انضمت ليها بس مش بفستان عبال ما تلبس فستان ابيض، لكن هي قالت ان هي ممكن تساعد بنات كتير في فكره انهم يلاقوا الفستان الابيض المناسب ليهم. ياسمين رئيس استوحت الفكره دي من الشخصيه اللي لعبتها فعلا، اللي كان اسمها ورده في فيلم فستان ابيض، واللي ظروفها كانت مشابهه، وقالت كمان انها لما لبست الفستان في فرحها حست بحاجه مهمه، وان وهو بيرجع البنت طفله تاني، وانها بتتمنى الفرح لكل بنت زي ما هي فرحت. احنا بنحيي اسماء جلال جدا، اسماء جلال انت جميله ورائعه وما تغيبيش، غيابك طال، في ناس بتحبك، سيبك من اي حد تاني بيبقى كارهين اي حضور ونجاح وتفوق وتالق لحد، لكن احنا بنحبك فخليكي دايما حاضره وموجوده. اعلنت كمان عن حمله بنفس الفكره، وقالت قصه فيلم الفستان الابيض هي قصه بنات كتير عندها حلم بسيط انهم يحضروا الفرح بفستان ابيض، لكن ظروف الحياه ممكن تبقى صعبه عليهم وتمنعهم. اكيد الفستان الابيض بيمثل للبنت شيء كبير، مش عشان شكله وتصميمه اللي ممكن يقعد بالشهور تحضر له، ولكن لانه يوم واحد في العمر زي ما بيقول. الفستان الابيض فرحة وتحقيق حلم وبداية جديدة وميلاد جديد لبنات كتير وحياة جديدة، بنتمنى كل الفرح والفرحة لكل البنات. والسؤال بقى، هل كل البنات هتقدر تتخلى عن فستان فرحة؟ يعني انت لو عندك فستان لا فرحة طبعا تتخلي عنه؟ انها تديه للناس، اعتقد ان الموضوع هو بصي هو على حسب تتخلي ما في ناس لا بتبيعه اتخلى وفي ناس لا 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 بتأجره. اصل خلاص دفع فلوسه انا اجره ليه وابيعه ليه، انا خدت زهوته وفرحته خليني اساعد الاخرين. يا جماعه بس في بنات مساعده بتبقى الاخرين ده حاسه شيء رائع. ان هو جزء منها، ان هي لا 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 يعني ان هي وجوده في الدولاب رغم انه ما لا بتعملش بيه حاجه سنين وسنين، بس ممكن اللي هو ولادها واحفادها، يعني ده تفكير ناس يحترم. والتفكير الاحلى ان انا اساعد بيه حد، ان انا اعمل هديه زي ما انا حسيت ان انا اليوم ده كان يوم مميز عندي، انا ممكن بيه اخلي ناس تانية اليوم ده مميز جدا عندهم. ففكرة العطاء بصي اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيحفزنا ان احنا ننفق مما نحب، فيعني عارفة ده الانفاق الحقيقي، ان حاجة بتحبها فانت بتديها. انا ببص لها بزاوية تانية خالص، معاكي في حتة الانفاق والعطاء، لكن انا ببص لها بجبر خواطر. انا بحب اجبر خاطر الناس، جبر الخواطر ده شيء رائع يا جماعة، وفكرة ان يبقى عندك حد امنية حياته يلبس الفستان اللي انت راكنه في الدولاب سنين وسنين ما بتستعملوش، ده جبر خاطر. فخلينا نبقى يعني نغير طريقة تفكيرنا، لو كل واحدة فينا ادت لحد قريب منها الفستان عشان تجبر خاطرها انها تتجوز وتبقى فرحانه ومستوره او مش بس ويتاخد للمليون حد تاني، مش ده بس شيء رائع. الفستان، لو انت تقدر تساعد حد بيبتدي حياه جديده بابسط شيء، ممكن انت تبقى شايف حاجه بسيطه دي بسيطه هتعمل له ايه، لكن هي بالنسبه له هتبقى طبعا كبيره جدا جدا. يعني اي اكسسوار، اي انت حاجه عارفه انت تأجير مش الفستان في محتاجها، اليوم كام؟ فوط، ملايات، اي شيء، عارفه لو انت تأجير مش هتقدر فستان، تساعد بفلوس ساعد باي حاجه عينيه. تعالوا لو احنا فكرنا كده، تأجير اي فستان فرح بكام تفتكري؟
وصل لكام؟ الاسعار العظيمه دي ما تقدريش تتخيلي. تأجير فستان الفرح بيوصل ل 15000 جنيه. 15000 جنيه تأجيره. طب ما انا اجيب قماش واعمله مش هيكلف 15000 جنيه. لا اكتر، لان دلوقتي القماش كمان غلي، فهم فاهمين يعني في فكره ان انا اجر الفستان. في نوعيات وفي ناس كتير بسيطه وفي موديلات بسيطه، بلاش تشتروا الحاجات الغاليه دي. يعني ممكن حد يساعد بقى ان هو بيعمل لك تصميم الفستان ده ببلاش، فانت بس بتجيب القماش وتجيب حاجه بسيطه. لكن ناجر ب 15000 جنيه ليه؟ يعني صعب قوي. يعني خلينا نسهل على بعض صعوبات الحياه، فاي صعوبه نفكر بطرق مختلفه عشان نتجاوزها ونلاقي سيناريو اخر. يعني طول الوقت نعمل اكتر من سيناريو، فطالما اول سيناريو ده صعب يتطبق يبقى نروح للتاني والتالت والرابع طول الوقت.